نورنا يا دكتور احمد. نور حضرتك كابتن اسامه ونور الكابتن احمد، الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره البطوله امبارح. طبعا الاهلي القمه اسم على مسمى دايما كده يا رب، يعني في انتصارات وافراح. وفعلا فعلا اللي حصل امبارح دوت في حضور جماهيرك لا مستحيل امامك، ده اللي حصل امبارح. يعني ايضا كابتن ونجم الاهلي السابق كابتن احمد شكري، نورنا شكري حبيبي يا كابتن اسامه، مبسوط طبعا مع حضرتك ومع الدكتور احمد، والحمد لله الواحد نايم مبسوط وقايم مبسوط. يعني بصراحه ماتش كبير للنادي الاهلي كاداء كنتيجه ككل حاجه، فالف مبروك للنادي الاهلي، وعلى طول هو اللي بي يعني بيخلينا مبسوطين يعني بصراحه. يعني فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله على طول كده في بطولات على طول ان شاء الله. سريعا يا دكتور ثابت، عايزين يعني سريعا على مباراه الامس، مكاسب بالجمله، اهم المكاسب امبارح كانت ايه؟ اهم المكاسب طبعا انت بتكسب بطوله قاريه، توصل البطوله القاريه رقم 27، بتقرب اكتر من ريال مدريد. الاهلي كده بينافس ريال مدريد، ممكن ناس انديه تانية ما تصدقش الكلام ده، بس ده الواقع. النادي الاهلي بيقرب اكتر من ريال مدريد، عندنا حلم وانا شايف ان الحلم ده قريب ان شاء الله. الحلم ده ان احنا نجيب حاجه في الانتر كونتيننتال ده، خاصه لما تتابع الفرق الثانيه ان شاء الله في نص النهائي. انت عندك بطل امريكا الشماليه وبطل امريكا الجنوبيه، تكسب الماتش ده هيبقى في قطر باذن الله، توصل للنهائي باذن الله قدام ريال مدريد. لازم اللعيبه يبقى التارجت بتاعها ده، لان احنا ده الحاجه الوحيده اللي ناقصانا. لازم تبقى طموحك دايما كده لفوق. ده يعني بالنسبه للمكاسب، مكاسب كتير. جمهور النادي الاهلي بصراحه، الناس انا شفت جمهور، شفت فرقه الترجي، شفت فرقه الوداد، شفت فرقه العين، اي والله العظيم النادي الاهلي خسران ان هو بيلعب بره استاد القاهره. جمهور النادي الاهلي اللاعب قال الكلام ده وقال طموحنا احنا كلاعيبه ان احنا نوصل نهائي الانتر. اللاعب رقم واحد، في فرق بتيجي بتخاف من الجمهور، في فرق بتهيألي الاستاد عندهم اخره 20 و30 الف مشجع، مفيش انديه فيها 50 و60 الف و70 الف. بص على الفيديو بتاع امبارح مشجع العين الاماراتي اللي منزله اللي بيتكلم، مش فعلا الجمهور ده بيعمل رعب. شوف لعيبه العين طبعًا. طب انا مش كنت بحلل المباراه وعمال بدرس فرقه العين ومش عارف ايه، بس في حاجات مش في التحليل. الجمهور حقيقة. اللي بيحصل في اول ربع ساعه ده مش، واول نص ساعه وهتاف جمهور الاهلي ده بره التحليل اصلا. بتلاقي اللعيبه عامله كده، لعيبه العين مرعوشه، اللي هو لما بيباظ الكره لبره والله من الجمهور.